يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. سلام سلام، كي دايرين الكبيدات النورات فنيونات ديالي؟ نتمنىكم تكونوا بخير. اليوم وكيف ما العاده جبت لكم قصه جديده، وقصه من هذاك النوع اللي كيعجبكم، قصه اللي فيها عبره واستفاده، قصه اللي غادي تنفعكم كاملين وتنفع الاجيال اللي جايه ان شاء الله. واخا الاجيال اللي جايه الصراحه مطورين ومطورين وبزاف، المهم بقاو معايا حتى النهايه، جيبوا كومونتير ويلا نسمعوا الحكايه كاملين. السلام عليكم خوتي خواتاتي، معكم اسيا، والعمر ديالي الحالي 29 سنه. انا اليوم جيت نعاود لكم على كحل الايام ديال الرويج اللي خاني في قلب داري، الرويج اللي دارني ضحكه وبغى يضحك عليا، ولكن دغيا جمعت الوقفه وندمتو على فعيله. المهم غادي نعاود لكم قصتي بالتفاصيل ديالها. كبرت وعشت وسط عائله متوسطه الدخل، الاب ديالي انسان اللي عارف ما بينه وبين الله، خدام على راسه ومعقول حتى للظرف. اما مامتي كذلك انسانه ديال الزمان، ومن نهار حليت عيني عليها وهي واقفه في جنب الوالد، تخطت هي وياه الصغيره والكبيره. في البدايه ديال حياتنا كانت الحاله الماديه ديالنا على قد الحال، دوزنا من بعد الظروف اللي كانت صعيبه، من بيناتهم المرض ديال الاب ديالي، حيت كان مسكين مرض واحد المرض اللي خايبه، كان جا مرض السل الله ينجيكم ونجينا، وشحال هو طريح الفراش، كان مسكين غادي يموت، ولكن العمر طويله. فهاديك المرضى ديال الوالد امي كانت واقفه معاه في كل شيء، هي اللي كانت متكلفة بالطبيب والعلاج ديالو، وهي اللي كتخدم وكتصرف علينا، كانت قايمة بالواجب ديالها كزوجة. أمي كتحماق على الوالد، وإلا طلب ليها عويناتها تعطيهم ليه، هادشي باين من الطريقة باش كتعامل معاه، حتى هو نفس الشيء، علاقته بها زوينة بزاف، ما عمرو نسى خير أمي ليه، عمرو ما نسى التضحية اللي ضحات معاه في دوك الأيام الصعبة. ومازال ليومنا هذا كيفكر عليها ديك المعامله اللي كانت كتعامل بها معاه، دائما كيقول لينا بلي امي طلعت نعمه المراه، الحمد لله والشكر لله. المهم البنات كبرت وعشت في واحد الجو اللي زوينو بزاف، اللي لي كانوا خلق لينا السعاده، واخا من ابسط الاشياء، واخا حنا الحاله الماديه ديالنا متوسطه، ولكن الوالدين ديالي الله يحفظهم ليا ما كانوش مخصصين لينا شي حاجه، الله يكثر خيرهم. عندي ثلاثة ديال خواتاتي بنات وخويا واحد، وانا هي الكبيره ديال الدار. غادي نعاود لكم عليا انايا، انا كنت قريت في المدرسه من القسم الاول حتى الاولى باك، ديك الفتره دازت من حياتي اللي كانت زوينه بزاف، كنت كنقرا وداخله سوق راسي، واخا كان عندي صحاباتي وصحابي كنت عاطيه لكل الواقع، كل واحد عاطيه الحق ديالو، علاقتي بهم كانت فقط سطحيه، وما عنديش شي صديقه الانتيم، ما كانتش كتربطني شي علاقه وطيده مع شي وحده ولا شي واحد، لا احنا كنا مجرد اصدقاء ديال القرايه وصافي. المهم علينا، قريت حتى الباك وخرجت، ما قريتش الجامعه لظروف شخصيه، تكافيت غير بالباك ديالي. من بعد ما خديت الباك جلست ريحت في الدار، صراحه كنت باغا نخدم ولكن عجزت، كنت نرتاح واحد الشهر ولا شهرين وعاد ندفع شي سيفي ولا شي حاجه ونخدم على راسي. فعلا داكشي اللي كان، جلست ارتاحيت واحد المدة في الدار. من بعد منها امي زعماتني وقالت لي يا بنتي علاش غادي تبقي كاسة في الدار، نودي ديري لك شي حاجة اللي تنفعي بها راسك. قلت لها ولكن امي بحالاش، قالت لي شوفي ربما تخدمي ربما تلقاي شي حاجة، بس زعما غير تلهي يديك وما تبقيش جالسة. بقات كتشجع فيا باش نمشي نقلب على خدمة، داكشي اللي درت، نوضت كنقلب على خدمة، فهاد لي سيفي ديالي ما جابش الله، بقيت عاوتاني واحد المده وانا نلقى خدمه في بارا فارماسي، كنت اراندي باني بها حتى يسهل الله، بغيت زعما يسهل الله بشي حاجه عام احسن. المهم بديت الخدمه عندهم كستاج، استاجيت في داك الفارماسيان، صراحه ما عجبنيش الخدمه فيه، اول حاجه البارا فارماسيان كانت بعيده علينا بزاف وخاصني نمشي في الترونسبور ونرجع في الترونسبور، ثاني حاجه عاد ستاجر ما غاديش ندخل الريال عليا، خاصني نركب وناكل من جيبي. خدمت الشهر الاول وانا نجلس في الدار، وعيات فيا امي جلسي تخدمي على راسك، علاش غادي تخرجي ستاج، علاش تخرجي تجلسي في الدار، ستاج غير غادي يدوز، اللهم تبقي تلفى فيه وقتك ومعمره فيه وقتك ولا تجلسي في الدار. قلت ليها لا ما غاديش نرجع لداك البارا فارماسيان
ابدا ابدا. قالت لي علاش؟ قلت لها ما عجبنيش الخدمه فيه، صافي ما غاديش نخدم بلا ما تبزز عليا نرجع ليه. المهم خرجت بقيت كاسا في الدار، ما كندخل ما كنخرج، قليل فين كنطلع للمارشي انا واختي ولا نمشي للدار ديال عمي ولا خالي، حيت كانوا ساكنين غير حدانا وصافي. اغلب الاوقات كنجلس في الدار. بقينا على هذا الحال حتى درت 23 عام. في هذا العمر ديالي كان واحد المهرجان في المدينه اللي ساكنين فيها، بقينا كنهربوا فمي نمشيو حتى حنا نفوجوا ونشوفوا بعينينا. في الاول ما بغاتش تعكست لينا، ولكن قنعناها بالسيف باش تدينا. مشينا فوجنا داك النهار، دوزنا وقيتي كان مزيون. بعد منها رجعنا للدار. داك النهار واحد السيد كان حط علينا متسع، حنا ما انتبهناش ليه نهائيا. حتى مشينا للدار، دوز واحد اليومين هو يجي عندنا للدار، كان جا واحد اختو، جاو كيطقطقوا علينا طاف 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 طاف. فتحنا ليهم الباب، قالك سيدي هما طالبين طيب الله. ديك الوقت الوالد ما كانش في الدار، امي ما تقدش باش تدخلهم عندنا حيت الناس برانيين عمرنا ما شفناهم. ثاني حاجه راجل غريب معاه، ما غاديش نقدر نقول لكم امي مسكينه غادي تسام، ما قدراتش خصوصا الاب ديالي غايب. ايوا انا تمي قالت لهم مرحبا بي في الله، ولكن الراجل غايب ما نقدرش ندخلكم قبل ما نعرف نتوما شكون واشنو بغيتو. بقات اختو قالت لها ودي حنا رحنا جايين نخطبوا من عندك البنت. مي قالت لها مرحبا ونهار كبير هذا. المهم ملي عرفت قصدهم شريف وباغيين يخطبوني رحبت بهم دخلتهم. انا كنت في بيتي جالسه شاده التليفون ديالي ومدوزه به الوقت، حتى كتجي عندي امي نوضي نوضي. قلت لها شنو كاين؟ قالت لي جاو فيك الخطاب. قلت لها عدو بالله مش طراجي، اشكون هاد الخطاب؟ امي قالت لي نوضي تكعدي من تما، الناس كتفرح منين كيدق بابها شي حد وانتي كسها كتعودي بالله مش طراجي. شفتي جن؟ سمحت فيا وخرجت. حساب لي راسي جاو غير العياله، نتخرج عندهم شي عكوكسي طالعه السما. دخلت للصالون وانا كنلقى الراجل والمراه، هو شافني وقف جاي يسلم عليا. انا حشمت مركت، بقيت كنطلع بالالوان كنزل بالالوان. سلمت عليه واحد السلام بايت، جيت خارجه كنلطف جلايلي. مشيت كندب وكنحضر عند امي، قلت ليها امي هاد السمر عاوتاني شكون هو؟ قالت لي هذا راه باغي يتزوج بيك انتيا. بقيت كنشوف فيهم لقيت ما نقول. امي عمرت عتاي حطت لهم لا قسم الله كلا وشربوا. من بعد هو ينطق طق هذاك خينا، قال لي خالتي انا راني شفت بنتك داك النهار الفلاني في البلاصه والفلانيه وراه عجبتني وتبعتكم حتى للدار وعرفتكم فين كتسكنوا وراني سولت عليكم الناس وشكركم ليا، ودابا الا قبلتوا عليا خالتي زوجوني بنتكم. امي قالت لي مرحبا بك ولدي، دقيتي على الدار الكبيره واللي هرب للزواج والحلال هرب للطاعه. دقت اختو بقات كتمدح فيه، خويا ولد الناس والله يعمرها سلعه وخدام على راسو، ويلا تنتسبتو معنا راكم عرفتو مع من، وخويا ما ناقصو حتى خير من غير الزوج والوليدات، ودابا حنا جينا طالبين راغبين في بنتكم. الا قبلتو علينا حنا غادي نديرو كلشي في نفس الشهر، نعقدو من هنا ونديرو عرسنا من الجهه الاخرى. انا الصراحه كنت ضد هاد الزواج هذا اللي داير بحال ما هكذا مزروب دقه بطله. كنت باغا نتزوج بشي واحد اللي نكون كنبغيه وحتى هو يكون كيبغيني، الراجل اللي نحس به هو الزوج المثالي ديالي. ما بغيتش نرمي راسي بحال الرميه ديال الخلا. السيد ما كنعرفو ما كيعرفني، تبعني ساعه ولا ما كامله جاي يخطب فيا. والغريب في الامر قالك حكا والواد باغي يتزوج بيا في نفس الشهر، وحكا قالك ما عندهمش الوقت. وانا مالي اختي على الزواج ديال الزربه، ما نكذبش عليكم تمني تقطعت ليهم الياس. قلت ليها لا اختي انا ما كنفكرش في الزواج. بقات امي كتنغص فيا باش نسكت، ولكن جيتها من الاخر هو بقى كيحمر وكيزرق. قلت ليه اسمح لي يا خويا حاليا الزواج انا ما معمراش به راسي. جا وقف قال اختو يلا ينوضي مشي بحالاتنا، ويلا بانت المعنى لا فائده في التكرار. عيت امي ما تنغص فيا، ولكن انا جيتهم نيشان. امي دارت فيا قالت لي مالك تسرعتي فكري بعدا ويكون خير. قال ليها صافي خالتي خليها على راحتها كلشي بالمكاتب. صافي نوضو مشاو بحالاتهم بلا رجعه. يجا الوالد قالت لي امي اشنو وقع واشنو وقع؟ بنتك حشمتني مع الناس بلا حشمه بلا حياه. قالت لهم ما بغيتش نتزوج. وقال ليها واش فيها خليها تاخد راحتها، ياك هي اللي غادي تزوج تختار الراجل اللي باغاه هي، ما تدخليش فيها في هذه المساله هذه، وهذه حياتها هي اللي خصها تقرر باش تزوج، ماشي غدا ولا بعدو تجي وتقول لك الله ياخذ فيكم الحق انتم بززتوا عليا هذا الراجل انا راه ما كنتش باغاه. المهم هي هذيك، اي واحد جا للدار على اساس يخطبني
انا ما كنعرفوش كنرفضو. كيف قلت لكم البنات كنت كنتسنى شي راجل اللي يحبني، الراجل اللي نختارو انايا، الراجل اللي يعجبني ويقدرني ويحترمني ويخليني نحمق ونبغيه. بغيت راجل يكون قبل الزواج نكون عارفه هو تقى فيه، عارفه عليه الصغيره والكبيره، ماشي حتى نتزوج عاد نمشي عندو عاد نتفاجئ بالحقيقه المره ديالو. ومع الاسف التفكير ديالي كان غلط مليون في المية، بحكم العشره هي اللي كتبين لك الحقيقه ديال بنادم. انا كنت تعرفت على بزاف ديال الشباب كانوا باغيين الزواج، اي واحد هضرت معاه ما كنكملش معاه حتى شهر وكنقلب عليه حيت ما لقيتش فيهم هذاك الانسان اللي كنت انا باقاه. بقيت هكذاك واحد المده، اختي اللي صغر مني تخطبات وتزوجت، هذاك اللي خطب اختي كان جاي على وديتي انايا، ملي رفضته ما بغيتش قال لي ما ودي انا كنت باغي العائله اكثر من البنت، ومني ما بغاتش فلانه تزوج عطوني البنت اللي صغر منا. بطبيعه الحال الا قبلتو عليا وقبلت عليا البنت، اختي توكلت على الله وتزوجت ومشات لدارها، وانا بقيت كنختار ونتخير حتى لواحد النهار فين غادي نطيح على خنشوشي وغادي يلاقيني الله بواحد بنادم اللي غادي يجيب ليا التمام. هاد بنادم الجار ديال اختي اللي تزوجات. واحد المره كنت مشيت عند اختي انا وامي، ديك الساعه اختي كانت حامله وجا الحمل خايب يومين وهي نعسه في السبيطار، مشينا عندها للدار طلينا عليها وبالصدفه غادي نتعرف على الزوج ديالي. شافني كنجف قدام الباب ديال الدار اختي، مني شافني بقى غادي جاي عليا قشعتو كيشوف فيا شي شوفه اللي ما هياش، حتى انا شفت فيه وتبسمت. انا شفت فيه وتبسم معايا. ما نقولكمش عليا البنات، السيد زوين 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 بلا قياس، طوله والتشريطه والوسامه كيحمق. انا درت راسي ما انتبهتش ليه، جا على قبالتي وبقى عليا بديك المعزوفه الشهيره الله الله على عوينات قتالات وكيدبحو، الله الله على الحداكه والتاوي والنقا، عليت عيني زعما باش نخاصم عليه. ومني جات عيني فين ويا البنات، بقى قلبي دف 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 كيضرب بالجد غادي يسكت، ما قدرت نقول ليه والو، بقى كيتغزل فيا بالكلمات الجميله وانا حاطه راسي وكنجفف. الصراحه شي حاجه جبدتني ليه لواحد الدرجه اللي كانت كبيره وبزاف. مي كتعيط ليا من الداخل كتقول لي فلانه واش مازال ما ساليتي هذا الوقت كامل وانتي في الباب، دخلي بحالك دغيا. صراحه كنت كنتقل بالعاني، داك خينا عجبني بلا قياس، هو يلا تكون عنده ديك 32 عام باقي شباب زوين وبوكس ولابس مزيان وانيق داير بالحاله ديالو. انا غير شفت قلت مع راسي هذا هو نصفي الاخر اللي كنت كنقلب عليه ودابا هاني لقيتو. المهم صافي دخلت سديت عليا الباب بديت كنفكر فيه ولكن دغيا نسيتو، عادي ما درت بالي والو. بالعشيه عطاتني اختي نتسخر ليها من الفرماسيان، بغاتني ناخذ ليها شي دواء من الفرماسيان، مشيت خديت الدواء ملي كنت راجعه غادي نتلاقى بيه، غير شافني غاديه جا تابع فيا وقفني يهضر معايا طلب مني نعطيه فرصه ديال التعارف. اكيد وافقت وعطيتو فرصه زعما باش يتعرف عليا ونتعرف عليه كذلك. كنطلب مني الرقم التليفون زعما باش يتواصل معايا. اول حاجه قالها ليا هي انا بنت الناس ناوي الزوج والحلال ونيتي صافيه، ولا قبلتي تزوجي بيا عطيني فرصه نهضروا نتعرفوا ان شاء الله يكون خير. صراحه عطيته فرصه قلت انا ربما يصدق، مشيت عطيتو الرقم مشيت بحالتي للدار. بقيت واحد جوج تيسوي بحال ما هكذا كويسوني عليا بقى كيهضر معايا وكان هي البنات حنين وكلامو حلو بحال العسل. صافي بقيت كنتواصل معاه نهار على نهار كنتعرف عليه، عاود ليا على العائله ديالو على حياته الشخصيه، واحد الانسان اللي مست عائله مزيانه ولاباس عليهم، عنده واحد الخدمه اللي خاصه به هو اللي كيدير الخدمه على يديه. المسيد لاباس عليه ميسور الحال. بقيت كنتواصل معاه كان جدي في العلاقه ديالو معايا وكان باغي يتزوج بيا. واحد النهار قال لي امي باغا تهضر معاك وراني حكيت ليها عليك، قلت ليها راني باغي نتزوج بك واشنو هاشنو ودابا راه هي باغا تهضر معاك، قلت ليها واخا مرحبا. هضرت مع مو ابي الفيديو الام ديال واحد المراه كلاس وغزاله وحلوه كلامها معايا مزيون بزاف. انا ملي تكلمت مع ابي الفيديو كنت شفت دارهم من خلال الكاميرا ديال التليفون، كانت كتبان ليا كبيره وزوينه وكلاس. المهم الناس لاباس عليهم عايشين بخير وعلى خير، واللي عجبني كثر هو الراجل كيبان ظريف وحنين بلا قياس، طال الانتباه ديالي. كنت قلت هذا هو الشخص المناسب ليلي وهذا هو اللي كنت كنحلم نتزوج به وهذا هو اللي كنت باغا نكمل مع حياتي. ايوا يا البنات دامت العلاقه ديالي بهذا الشاب مده
من بعد حسيت براسي انه صافي، ما نقدرش نعيش بلا بيه. عجبني بزاف، كنت فرحانه بالعلاقه ديالي معاه، كان بالنسبه لي هو كل شيء، هو المستقبل والحاضر، هو اللي كان حمق عليه. ولينا كنبغيو بعضياتنا بزاف، كان كيحمق عليا، كيبغيني فوق القياس. انا كذلك من بعد 6 شهور على التعارف ديالنا طلب مني الزواج، قبلت وقلت ليه اه مرحبا انا موافقه. قال لي النهار اللي غادي يجيب الاهل ديالو عندنا. قلت ليه واخا سيدي مرحبا بكم. ايوا هي هذيك. من بعد ايام جاو عندنا للدار، كانوا جابوا لي معاهم الخير، كل شيء زوين وكلاس، استقبلناهم فرحنا بيهم. من بعد منها طلبوني الزواج من عند الوالد ديالي، زعما هما الوالدين ديالي قبلوا وافقوا على زواجي بيه بحكم الاهل ديالو ناس طيبين والله يعمر هذا. صافي حنا درنا الخطوبه ديالنا، من بعد منها حددنا النهار ديال العقد وحتى النهار ديال العرس. من بعد كنا كنوجدوا انا وياه ريوسنا، هو كان شي واحد الدويره فرشها انا وياه، كلشي كنت درتو بالذوق ديالي، قدينا كلشي، ما كان كيخسر لي خاطري حتى في شي حاجه، واللي طلبتها منه يجيبها ليا، واللي قلتها ليه كيديرها ليا. المهم علاقتي به كانت زوينه بزاف، كنا متفاهمين على كلشي. درنا العرس ديالنا اللي كان زوين بزاف. من بعد مشيت مع راجلي للدار ديالنا، صراحه دوزت معاه واحد الاشهر اللي كانت مزيونه بزاف. تصوروا السيد كيتعامل معايا مخير، واحد المعامله اللي فشي اشكال. دوزنا داك الشهر العسل ديالنا، رجعنا لدارنا باش نعيشوا حياتنا الطبيعيه ونبنيو احلامنا انا وراجلي. راجل في الاول كان راسم ليا واحد الاحلام ورديه، كان زوينه ومعيشني السعاده ومهلي فيا، ما كدي عليا حتى شي حاجه، واللي بغيتها كنديرها، كان مهلي فيا فواحد الدرجه اللي كبيره اللي ما نعاود لكمش عليها. صافي بقيت عايشه حياتي انا، خدامه شغلي في داري وعلى برا، كلشي هو هذاك. كل شهر كيعطيني واحد المبلغ شهري ديالي، كيقول لي هذه ديالك جيبي بها اللي تحتاجي نتيا، يعني مصروفي الخاص، ما كنصرف منه حتى شي حاجه، كنت كنمشي نشري بهم هذاك الشيء اللي خاطري فيه. المهم انا عايشه حياتي كيف ما بغيت، راجلي كان هو كلشي بحياتي، وكنقول مستحيل شي وحده تكون تزوجت بحال هذا الراجل اللي تزوجت بها انايا. فعلا كان كيبان ليا مثالي، وراه ما يمكنش البنات، كان كيبان ليا هو الملك ديالي اللي كيتمشى فوق الارض، كان دائما مهلي فيا، كيعرض عليا ناكلو على برا بشكل اسبوعي، في الويكاند كنخصو لينا مشيه زوينه. شو غادي نقول لكم، كان بعض المرات كيجلس معايا في الدار، ما كنمشيو حتى لبلاصه، كيخص لي نهاري ديالي بوحدي. من داك الانسان هذاك اللي كنعاود لكم عليه، كنت كنقول مع راسي هذا هو الشخص المثالي والحنون، واللي كنت كنحلم به من الصغر ديالي، هو اللي لقيتو دابا قدامي. وراكم عارفين المرأة ملي كتلقى الاهتمام والحب الزائد كتعطي من عندها اكثر، وكترجع دايره الثقه الكامله في حب قلبها. داكشي اللي درت حتى انايا، بقيت عايشه مع هادي، ما كاين حتى شي مشكل، قليل فين كيوقع بينه وبينه سوء تفاهم، ولكن ماشي شي حاجه، عاديه وصافي. هو كان فيه واحد شويه ديال الغيره، الا لقاني مثلا غير حطيت شويه ديال الماكياج وجيت خارجه معاه كيقول لي لا، كيقول لي ما عزيزش عليا المرات كثر العكار. ايوا انا كنت كندير الري ديالو، كنخرج معاه من الدار بدون ماكياج، من غير مرطب ولا ايكرون ديال الشمس هما اللي كنت كندير. كذلك كان كيركز على اللباس ديالي، ممنوع تلبسي الجبة قصيرة، ممنوع تلبسي المضيق، لبسي هادي وزولي الأخرى. أنا كنت كندير بكلامه، مادام هو كيركز على لباسي وعلى الشكل ديالي بالمكياج، إذا كيبغيني وكيغير عليا. والله ما كان كيبقى فيا الحال، بالعكس ما كانش كيبقى فيا الحال منه ولا من كلامه، ولا نقول علاش كيغير عليا ولا علاش حاطة ليا، بالعكس كنت كنضل زعما نفرح، كنتقبل كلامه بكل روح رياضيه، وكنقول عادي منين كيطلبني الحاجه كننفذها براسي مرفوع. بقيت معاه المده ديال عام، كنا عايشين حياه زوينه. من بعد الراجل غادي يبقى كيصغير عليا، واللي خلاني نحس بيه تبدل هو العرس ديال واحد اختو. كانت اختو دارت العرس، مشينا عندهم باش نحضروا لديك العرس ديالها، مشينا صحه سلامه، منين رجعنا للدار غادي نحس بيه مغير عليا. الراجل غير جالس وساهي، كتحسي بيه بحال بالو مشغول ما عنده خاطر. انا شنو جا لبالي، قلت يمكن فلان باغي وليداته، حيت منين كنا في العرس ديال اختو الام ديالو قالت لي واش مراتك مازال ما تهلاط نوض تولد ليك ولادك. جا قالها ليا، وكان قالها ليا وهو كيضحك، ولكن مشينا للدار شفتو متغير، قلت واقيلا هو عاد دخلت مع ديك الهضره اللي قالت ليها امي امو، ويمكن باغي وليداته، وخا الصراحه ما بغاش يبين ليا،
عندك شي مجال صراحه البالي ديك الساعه. كنت داك الساعه كناخذ الفانيل ديال الحمل، كنت غادي نوض نزولها باش نحمل ونولدي ولادو اللي دخلوا الفرحه على حياتنا. فعلا زولت ماني الحمل وحملت جاني الحمل عادي بزاف، تحلفوا عليا ما حاملاش لدرجه ما كنتش متيقه راسي واش انا حامله ولا ما حاملاش. جاني الوحم عادي، كنت كنتصرف عادي بحال ما حاملاش، ولكن راجلي ما كانش كيف ما مولف. الراجل رجع كيتعطل على برا، ما كيرجعش للدار دغيا، وهاد الراجل واش كيدور فيا؟ ملي كنشوف كيشوفني كنبكي ولا طال ليا الدم كيقول لي انت من نهار حملتي وانت على سبا، خاصك حتى واحد ما يهضر معاك، وانت الوحم بدلك وما بقيتيش كيف ما كنتي. مع العلم كيف ما قلت لكم الحمل والوحم ما دامني لا حق ولا باطل، وحتى من ديك الدوخه والتقيه اللي كتجي لكاع الموحمات انا ما عرفتهاش كيفاش دايره. حتى الاخر ديال شهر الرابع عاد بديت كنحس بالدنيا دايره بيا، جاني شويه ديال الردان والعيفان، ولكن باش تقول توحمت عليه ولا تبدلت عليه نهائيا. كنت كنتعامل معاه عادي بحال الاول وعاد حسن، وهو اللي تبدلت المعامله ديالو معايا ورجعني انا اللي ما مزياناش، وانا اللي الحمل قلب لي راسي، وانا اللي على سبا. رجعت انا وياه باش دلي نقطع عليك المشاكل المشاكل المشاكل، تحلفوا عليه هزيتي راجل وحطيتي واحد اخر. السيد رجع عصبي اكثر من القياس، هاد الراجل كيقلب عليا وكيعطيني الفساد الاخر ديالو، بقى كل مره شنو كيبين ليا فيه. كل صراحه يا البنات كنت غلطه فيه، الراجل رجع مكار بقى بالغير الهضره، وما نقدرش ندوي معاه هو كيدور فيا. زياده عن ذلك ما بقيتش كنعرفو علاش طاوي. في الاول السيد كان كيجي يشارك معايا نهارو كامل، كنعرفو فين مشى منين جا شنو كلا شنو دار شنو فعل، ولكن من بعد رجع كيخبي عليا بزاف ديال الحوايج. الوقت اللي كنسول فين كنتي منين جيتي كيقول لي حقا كنت غير هنا، حقا جيت غير ليه، ما كيبغيش يكثر معايا الهضره ماشي بحال شحال هادي. ما كيحل لي نهارو حتى كيجي ويتهاود معايا ويدي يجي معايا في الحديد. السيد ارجع كياكل وكيشرب وكيخرج ما على بالوش بيا، ماشي غير انا لا. منين تقلت ودخلت للشاري السيد صافي غادي يزل عليا فراشو، انا كنعس في البيت وهو كينعس في البيت الاخر او في الصالون. في الاول كان كيدير لي السبب اللي هو كيتبع تلفزيون وكره وكذا، ولكن منين حطيت عليه وعاودت غادي نلقاه كيتهرب مني. قلت والله حتى نديرها ليه قلقت فمه، منين بغى ينعس في الصالون وبغى يتفرج في التلفزيون انا غادي نحدهم ليه. مشيت تفرجت ليه وليا في الارض، قلت لي حقت انا ما كيجينيش النعاس بوحدي، غادي نبقاو نعسو حبيبي انا وياك في الصالون. شاف فيا وقال لي واش تسطيتي، واش انا بغيتيني نعس معاك في الارض؟ ماني كنسعه. تعصب عليا، قلت ليه برادة حبيبه شنو كاين ما نخافوش، ياك بغيتي التلفزيون وادخلها لبيت النعاس ونعس حدايا. قال لي لا انا ما بياش تلفزيون، انا هرب منك تيا. قلت لي شنو هو كيفاش وعلاش هرب مني؟ قال لي كيف سمعتي انت اختي كتشخري وكتباتي كتنازعي او ما بقيتش واخد راحتي حداك، بغيت نرتاح شويه منك، واش درت شي حاجه ماشي هي هذيك؟ واحد باغي ياخد راحته دار غلط ولا شنو؟ انا بحال ضربني الضو، ما هضرت ما تكلمت، سمحت فيه ودخلت للبيت ديالي وبديت كنعطيها اللبكة بكي بكي بكي. بكيت حتى بردتو سردتو، حس بيا تقلقت منو جا عندي كيعتذر مني، عافاك ما كنتش قاصد وانت عارفة انا كنبغي الناس ونرتاح نعاسي خفيف. مني كتمل مليح ده حدايا راه كتفيقيني ما كيجينيش الناس كنبغي تفايق تطمنا بطمن ليه، بدا كيعطيني في الاعذار. قلت ليه صافي 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 ماشي مشكل، منين هكذا مهليش خليك عازل فراشك. فعلا بقى عازل عليا الفراش حتى فك الله وحيلي وولدت في الولاده ديالي. جات عندي امي هي اللي جلست معايا قابلتني مسكينه، ما كنتش كنعرف نرضع ولا نخرق، وهي اللي وراتني وعلماتني. جلست امي معايا سيمانه مشات بحالها، درت اسبوع لولدي كلشي داز هو هذاك. من بعد كنت مشيت عند امي جلست عندها شي 15 يوم عاد رجعت لداري، ولكن الراجل مازال عازل عليا فراشو. منين قلت لي فلان واش غتبقى كتنعس في الصالون؟ قال لي لا غادي نرجع للناس حداك، غير خلي الولد يتفلفل شويه على ما يتقدي النعاس ديالو وندخل عندك، حكا راه كيبكي وكيفيقني في الليل وانا كنبغي الكلام والهدنه. بقى عاوتاني كيجيب لي في اعذار اللي باهتين. بيني وبينكم كنت حاسه بشي حاجه ما هياش، ولكن كنت مخليه واخد راحته.
ما كنتش كنبغي نبين ليه بلي انا حاطه عليه ولا دايه بيه. بقينا عايشين واحد العيشه ديال الصبر وصافي وعدي وسلك. فين هو الراجل اللي كان كيرسم ليا وعود وورود؟ فين هو الراجل اللي كان مشبعني كضويات وخرجات؟ فين هو الراجل اللي كانت المعامله ديالو معايا زوينه وبزاف؟ اش عاطيني النخال منين كنهضر معاه كيدور فيا وكيقلب عليا الطابله. الا بقى حتى تعطلتوني عليه وقلت ليه فين كنتي ولا علاش عطلتي كيخاصم عليا وكيقول لي واش شغلك متعطل ولا ما متعطلش. انت ماشي همك، ديها فولدك وفي راسك وخليني عليك في التقار. وماشي غير هكذا البنات، جا السيد كيتنمر عليا وياه البنات. هاد الراجل كيبقى يسب فيا وكيقول لي انت غير سدي عليا القادوس ديالك، ما كتعرفيش تهضري وما عندكش الفهامه. كيقول لي انت يا شدها من الاخر وغاديه وما عارفه حتى وزه. المهم ضروري ما يطيح بيا الارض. والله يا البنات الا كان كيحير ليا فيه العجب كنقول مع راسي هذا مالو، هذا علاش تقلب عليا؟ مالو رجع كيتعامل معايا بحال هكذا؟ علاش وكيفاش؟ اشنو اللي كاين؟ كون غير كنت ساكنه مع ناسي ولا داخله مع ناسي ولا عندي صحابات ولا جارات كيدخلوا عليا ولا نسحمياني ولا الويسات كيجيو عندي كنت غادي نشك ونقول هذا مقلوب عليا ولا محرشينو عليا. ولكن لا، انا جاب دارج ليا داخله سوق راسي، ماشي من داك النوع اللي كيتخلط مع الناس ولا من داك النوع اللي كيبقى يشكي بزاف. ولكن الراجل تقلب عليا مره واحده، كنت كنقول مادام هو مقلوب عليا بحال هكذا اذا شي وحده هي اللي دايره به ولعب عليه على عقده. كان مجرد تفكير ما كنت شاكة فيه رغم المعاملة ديالو، كانت كتبي لي شي حاجة باللي قلبها عليا. ولكن كانت آخر حاجة نفكر فيها هي كون كيخوني. بقيت صابرة معاه وحاطة راسي حيت كنبغي وكنحماق عليه. كنت كندير عين ميكا ودن بلاستيك، ما كنبغيش ندير عليه واخا كان كيطيح مني. المعاملة ديالو معايا ماشي حتى ليه. كنت كنحاول أنا اللي نمشي ونجبد معاه الهضرة وأنا اللي نتقرب منه. كنت كنحاول نرجع انا وياه كيف ما كنا شحال هادي. حاولت نبدل فيا بزاف ديال الحوايج، رجعت من ثانيه براسي اكثر من الاول. واخا كنت من لي براسي وحالتي ديما نقيه وديما مهتمه بالشكل ديالي، ولكن قلت لا، ربما شي حاجه فيا هو ما عجباتوش، ربما هو من نفس الشكل ديالي، ما فيها بس نتبدل شويه باش نجبدو عندي. رجعت كنت حلوان عليه، كنبغي نتقرب منه. كانش كينعس معايا في البيت بحجة الولد كيبكي. نضت يا البنات درت لولدي الصغير بيتو، كنت كنردو كنحطو في بيتو كنرجع للبيت غير باش ما نخليش يولف ينعس بعيد عليا. والله العظيم يا البنات الا كنت دايره مع داكشي اللي ما دايراش مع ولدي، ورغم ذلك غادي نحصل الحصله ديال الصح معاه، حيت غادي نعرف عليه واحد ديفول اللي كبير وبزاف، وغادي نعرف بلي هو كيهضر في التليفون مع بنت خالته. وهاد بنت خالتو تلاقينا بها في العرس ديال اختو، وغادي نكتشف بلي هي كتهضر معاه في التليفون بشكل يومي، وهي السبب في المشاكل اللي كانت كتوقع ما بيني وبين راجلي. واحد الليله حنا نعسنا والتليفون بدا كيصوني وكان ناعس بداك العام. انا غير سمعت الفيبرول شفت شكون لقيت السميه ديال البنت. هو فاق لقاني شاد التليفون ديالو في يدي، قال لي شكون؟ قلت ليه ما عرفتش، طلع لي كان اسم فلانه. قال لي هادي غير داك المزعزع ديال بنت خالتي. بدا كيفرنس. قلت ليه منين هي مزعزعه؟ علاش كتصوني عليك في هاد الوقت؟ قال لي وانا باش غادي نعرف؟ انا وجعني قلبي البنات، والسيده كتصوني وكتعاود تصوني عليه، كان التليفون في يدي تحت الخط قدامه وهي تقول ليه شيغي واش نعستي؟ قلت ليها ناعس وهو حدايا. قلت ليها حدك تما لالا، اش من شيغي واش من نعسي؟ الله يشيروا عليك المسلمين في هذه الليله. قلت لي عفاك سمحي لي غلطت في الرقم. قلت لها لا حبيبه ما غلطتيش، انتي اتصلتي على وليد خالتك اللي هو راجلي وانا اللي جاوبتك بالغلط. بقيت كتعتذر مني الا ما تفهمينيش غلط وحكا وهادي وديك. بقيت كنغوت عليها قلت لها واش بغيتي نفهم الشريفه؟ انتي مصوني على راجلي في هاد الليل وكتقولي ليه شي غير من الفوق، اشنو بغيتيني عاد مازال نفهم؟ هو حمر فيا وزول لي التليفون من يدي، قطع عليا ونض ليا بغا يتهدى ليا. قال لي علاش كتهضري معاه بهذا الاسلوب؟ قلت له شكون هي كاع في هاد الدنيا؟ واش بغيتي نصفق ليها ونصفق ليك؟ اه ولا نقول ليها صبري ندوز ليك راجلي حبيبي اللي هو شيغي ديالك؟ ولا شنو بغيتي ندير؟ السيد ما حملنيش نهضر معاه عليها خصوصا بديك الطريقه هذه. بدا كيسب فيا كيغوت عليا، ما
ما بغاتش تبرد ليا يا الدريات، بقيت متشده انا وياه بالهضره حتى صبح الحال. هذيك الليله حتى مضرب ضربني، رجع هز فراشو عزل عليا راسو من تاني وجديد. ديك الساعه عرفت شنو قلبو عليا وعلاش رجع كيتعامل معايا خايب. طلع يا البنات كيغدر فيا بدم بارد، انا ما عندي خبر. المهم ما علينا، تخاصمت انا وياه سيمانه وانا عاطيه النخال. كنت باغا نمشي بحالي لدارنا ولكن كبرت راسي وما بغيتش نخلي ليه المجال يلعب ليا على اعصابي. صافي بقيت في الدار صابره ولكن كنت قلبه عليه، كان كيطلب ورغب فيا. قال لي عافاك غير سمحي ليا اخر مره غادي نديرها وهذه والتوبه، وراكي عارفه بنت خالتي لقاو كتقلب غير فين تلصق ويا حق اللي جبداتني وهي وادي وخدات الرقم ديالي بالعرس اختي وادي وهذه هي عطاتها الرقم ديالي واتصلت عليا. وفي الاول كنا كنهضروا عادي حتى لقيت راسي مشيت معاه في ذاك الطريق وانا عارف راسي غلط ويسمح لي. بقى كيطلب ويبوس ليا في راسي وكيقول لي ها العرس فين سي اللي سمعتي. وهذه كانت اول واخر مره، ما عمرني غادي نعاود. ملي شفتو كيعتذر بديك الطريقه قلت معليش خليه منو اللي خلقو، الا خان غادي يخون غير راسو. ايوا يا البنات صبرت على قبل ولدي اللي كانت عنده يلا 8 شهور، كنت مع راسي ما غاديش نخرب داري على ود وحده ما عندها قيمه. المهم هادي وداس، الراجل رجع معايا واحد الشهر كيف الاول، رجع كيتعامل معايا زوين اللي فيا عاطيني وقتي الكافي، ولكن هو غير بغى يلهيني وصافي. السيد كان مازال على علاقه ببنت خالته ومازال كيتواصل معاه في التليفون ومازال كتهضر معاه بشكل يومي، ولكن كلامه معها كيكون برا من الدار يعني قبل ما يرجع للدار. كان كيهضروا غير لبرا، فاش كيدخل الدار ما كتتصلش بيه باش انا ما نشكش فيهم. فعلا داك الوقت كنت بقرا وحل فمي تيقتل لي زعما غلط غلطه وما غاديش يعاود نفس الغلط. بقيت البنات في الدار غفلون، هو كان واخد راحته معاها كيتلاقى بيها وكيخرج معاها، وانا داك العام ما عندي حتى شي خبر على داك الشيء. بقيت بحال ما هكذا حتى النهار اللي صونات عليا امي في التليفون ديالي لقاتو طافي. رجعت اتصلت عليه هو كان في الدار، منين جاوب لقاها امي قالت لي دوز ليا فلانه بغيت نهضر معها راني كنصوني عليها التليفون ديالها ما خدامش. قال لي واخا ها هي معاك، عطاني التليفون نط للطواليت هضرت معها، هضرت مع امي غير جوج كلمات وهي تقطع. ملي قطعت امي ما عرفتش كيفاش وقع لي حتى لقيت راسي دخلت الانستغرام ديال راجلي. ملي دخلت لقيت عنده محادثه ما بينه وبين واحد السيده. ملي دخلت بالسيرفر غادي نلقى السيد مغارقه مع بنت خالته بالميساجات والتصاور والكلام المعسول بالسمن. ما نقولش ليكم اعيش ليكم الحياه وعرفتو هضرتهم سمن على عسل. ملي شفت المسخ ديالو فشلو عليا ركبيه، والمشكل كتب ليها غادي نصيفطها في اخر الاسبوع لدارهم، غادي تزور والديها و تيجي عندي ندوزو قيت بحال هذيك المره. ويا سيدي ويا مولاي انت مولف كتدخل بنت خالتك عندي لداري وفي الغياب ديالي وانا ما عندي خبر. الراجل كيخطط كيفاش يدير يصيفطني للدار عند والديا باش يجيب عاهره ديال الخلا لداري وينعسها على فراشي. تشلو يديا مع رجليا لدرجه شديت التليفون ورجعتو ليه بلا ما ندير شي رده فعل. ما قدرتش نواجهو، ما قدرتش نقول ليه علاش كتخوني معاها ياك وعدتيني وياك قلتي لي اول واخر مره. ما قدرتش نشوف فيه، حس بيا مغيره ولكن ما قدرت نقول ليه والو. ملي سولني مالك ياك لاباس علاش كتبني مقلقه قلت ليه والو غير توحشت مهمتي وصافي. قال لي وسيري عند هاد السيمانه. قلت ليه لا ما بغيتش نمشي. قال لي لا يا سيري حبيبي علاش ما تمشيش. قلت ليه وانت كي غادي ندير لك كنخليك بوحدك. قال لي لا انا حبيبه ما تضربيش ليا الحساب، سيري فوجي وشوفي والديك وريحي مع راسك، وإلا مشيتي وارتاحيتي وفوجتي هذاك هو الربح وهذاك هو راس المال. انا من الداخل كنشبع فيه سبان ومعيور، الراجل تعاشرت معاه في الحلال تقت فيه واختاريته من دون الرجال، كان كيبان ليا هو النصف الاخر ديالي. في الاخر لقيت راسي محزمه بواحد غدار وخاين ونكر العشره، ندخل عليا وحده لداري خاني معاها وكيخطط يخوني وبدم بارد. تما يا البنات بديت كنخطط كيفاش ننتقم منه. هاد المره ما بغيتش نسمح ليه، قلت مع راسي والله ما ندوز عليه، اللي كيخون مره كيخون جوج ديال المرات وكتر وكتر وكتر، راه ما يمكنش نزيد نسمح ليه مازال. المهم خليته على راحته، كنت كنتعامل معاه عادي ما بغيت نبين ليه والو، خليته على هو وعلى خاطر خاطرو. حتى
حصلنا اللي قال لي نوضي نوصلك عند ماماك شوفيها وجلسي معاها واحد اليومين عاد اجي. قلت ليه لا ما بغيتش خليني. قال لي لا غير سيري حبيبه فوجي لك شويه. جبت 1000 درهم قال لي شري بها اللي تحتاجي ما تعلي راسك وفوجي وجاي للدار. قلت ليه واخا ماشي مشكل. دخلت البنات للبيت ديال ناجمة حوايج ولدي خليت الورق ديالي الذهب ديالي كامل هزيته. كانت عنده شي فلوس حطهم عندي مع الذهب تقريبا شي 6 ولا 6.5 مليون. هزيتهم ليه وجيت غادي عند الام ديالي هو اللي كان وصلني عندهم. غير حطني مشى بحالاته خليته مشى نطبس واحد العبايه ديال امي ودرت التام على شكل النقاب وخرجت. مي شافتني قالت لي فلانه مالكيك لاباس فين راكي غادي بهذا النقاب. قلت ليها امي ردي بالك مع الولد انا جايه عندي ما يتقضى برا غادي نرجع بالزربه ما بغيت نقول ليها والو. المهم خرجت بالزربه تبعته هو مشى للخدمه ديالو. بعد منها بربع ساعه رجع للدار. كنت واخده الطاكسي قلت ليه شوف خدم الكونتور وتبعني وتبعني بداكشي اللي كنقول لك واللي حسبتي عليا جاك. فعلا بقيت مراقبه فين ما مشى تبعته بديك الطاكسي حتى مشى للدار ديالنا. ولكن ما مشاش غير بوحدو هو مشى مع بنت خالتو الكلبه الخارصه حشاكم وحشا السامعين. طلعت للدار ديالي انا ملي شفتهم بعيني طالعين للدار نوت مشيت عند البوليس. قبل ما نمشي عند البوليس مشيت عند امي بالزربه هزيت ولدي زولت العبايه بس بيجامه مقطعه قطعت ليا حوايجي نزفت شعري زرقت لحمي مشيت كنغوت وعباد الله عتقوني وعباد الله اجيو تشوفوا المنكر اللي انا فيه هما ما عرفوا باش تبلاو. درت ليهم حاله تما جاو عندي دخلوني للدائره قالوا لي مالك لالا ياك لاباس شكون دار فيك هاد الحاله. قلت لهم راجلي اخوتي راجلي ضربني وخرجني من داري انا وولدي ودخل بنت الخلال فراشي ودابا راه معاها في بيتي وفي داري وانا خرجني بلا حيه بلا حشمه. وإلا ما تقتوش بيا يلاه تمشيو معايا وشوفوا بعينيكم المنكر. انا راه جرى عليا الزنقه وعايش مع بنت الخلال في الدار واش ترضوها لوالديكم واش ترضوها لامكم واخواتاتكم واش ترضوا لي هاد الحاله اللي انا شفيها وعباد الله المنكر هذا. راجلي حاليا راه بحاله خيانه في الفراش وراه بغيتكم تجيبوا لي حقي وعاش الملك. راكم عارفين شويه ديال التبوحيط وشويه ديال الكذوب وما ارتحيت حتى خرجت معايا الصطافي ديتهم للدار مشيت وكانوا عندي السواد ديال الدار تحت الباب غير بشويه. دخلت عليهم تبعوا لي البوليس من دخلنا للدار لقينا هو الكلبه في وسط الدوش كيدوشوا الناس خدموا اللي خدموا وجالسين كيعوموا بدم بارد. من داك النهار هرسنا عليهم الباب ديال الدوش هي السرصاصة بالفوطة اما هو خرج بالكيلوت ديالهم صدوم ما عارف باش تبلى. بهدلت وتبهدلت بهدلت بهدل درت ليه فيديو بقيت كنسب فيه هو بنت خالته شبعت فيهم معيور وبقى كيتعنتت عليا وبغى يضربني. شافوا البوليس دار فيه قالوا تحرق قدامي بركه من الفامات مجدودي متهمه الخيانه الزوجيه والدليل ومازال عاد حلف امك من الفوق. طلعهم في الصطافيط وحتى انا وولدي مشينا معاهم. بداونا للدائره خذوا الاقوال ديالنا قالوا لي واش تنتزلي لي وتسمحي لي ولا تتبعي بالقانون. قلت لهم لا لا اسمح غاديش نسمح ليه لا في هاد الدار ولا في الاخرى. ما بغيتش نسحب الشكايه ديالي هو ديك الكلبه الخارصه دخلهم السيلون. اما انا قبل داك الفيديو درت به الضرب البندير ما خليت لي من ما صيفطتو شوهتهم في العائله كامله. قلت لهم ولدكم مع بنت خالته تشدوا في الحبس بتهمه الخيانه الزوجيه. هما عارفوا شنو كاين جاو كيتجراو للدائره ما عارفوا شنو كاين بقاو كيطلبوا فيا باش نتراجع الشكايه ونخرجهم من الحبس ولكن انا ما بغيتش. قلت لهم ولدكم خاني في داري وشديتو بالدليل والبرهان وماشي هذه اول مره راه ما يمكنش نسمح ليهم خليهم يترباو على ما داكشي اللي داروا فيا بجوج بيهم. نض ديك الساعه كنوجد الورق ديال الطلاق باش نطلق منه. بصراحه الاب والام ديالي ساندوني ووقفوا معايا وقالوا لي خلي الكلب يتربى على ما دار فيك وعندك تمشي تسمحي ليه وعندك تخليه يلعب لك على المشاعر ديالك وخير عليك استغفر الله ما تسمحيش ليه. وداكشي اللي درت تبعتهم بتهمه الخيانه الزوجيه تشدوا في الحبس. اما انا طلقت منه ومشيت بحالاتي. قبل ما نمشي بحالي زيت كاع داك الفراش ديالي ديال الدار بعتهم كاملين وخليت ليه الدار كتصوت عيا والوالدين ديالو ما يطلبوا يربوا فيا. الله ينعس الشيطان انت مولات العقل. قلت لهم الشيطان هو ولدكم والشيطان اصلا مابقاش عارف الشيطان بحال الشيطان ديال بنادم. والراجل مدخل عليا انا الحرام لداري على ولدي وكيدير في المنكر على فراشي هادي اللي ما عمرها ما غادي تكون. بقيت مخرجاهم من عين ليبرا استغليت الفيديو قلت لهذيك الكلبه تعطيني التعويض على ما دارت فيا ولا نشوها في المواقع التواصل الاجتماعي ونفضحها.
خافت على السمعة ديالها بطبيعة الحال، ما بغاتش تزيد تشوف راسها زعما مفضوحة أكثر من داكشي اللي فضحتها أنايا. أنا طلبت من ماما تعطيني واحد القدر من الفلوس باش نمسح داك الفيديو، ما مسحتو حتى خديت حصيصة اللي زوينة، وبديك الفلوس اللي شديت عليها واللي زيت ليها هو من الدار قدرت نخوي المغرب كامل بالمساعدة ديال واحد السيدة، قدرت نمشي لتركيا أنا وولدي، سمحت البنات بكل شيء، مشيت بحالي بغيت نرتاح منهم ومن داكشي اللي داز عليا بسببهم. دوز أشهر اللي كانت خايبة بزاف بسبب ما دارو فيا، مدة وأنا سادة عليا وغير كنبكي. راه ماشي سهل تغدري من واحد الإنسان اللي كان هو حياتك كاملة، راه ماشي سهل تلقاي راسك تحتي الأرض بسبب هذاك الحيط اللي كنتي متندى عليه، ماشي تطيحي في هذاك الموقف. ولكن معليش الدنيا كلها مواقف، حاليا راني خدام على راسي في واحد لوطيل، ولدي مدخله الحضانة، ما خاصني والو، حلف نكمل حياتي بلا ذكر حيت الرجال ما بقاوش. ما نكذبش عليكم فقدت الثقة في كل شيء، ما بقيت كنثق حتى في شي راجل، بالخصوص ملي جيت لهنا وخدمت في أوطيل. شفت العجب العجاب، الراجل مزوج كل سيمانه كيجيب معاه وحده في شكل، كيخون مراته مع الخنزات بشكل يومي، وحسبنا الله ونعم الوكيل باشباه الرجال. المهم خواتاتي هذه هي حكايتي وقصتي وما جرى ليا فيها، حتى انا حبيت نشاركها معكم لربما نقدر نخفف هذا الثقل اللي في قلبي وهاد الغصه اللي عندي من الشمته اللي تشمتها في الشمات الاخر. والله ما قدرت اخواتاتي ننسى، واخا خويت المغرب كامل وبعدت عليهم، ولكن الوقت اللي كنتفضل المنكر ديالهم فيا كنتعصب وكنبقى كنغوت كنريش في راسي لدرجه صافي كنبغي نفقد الوعي ديالي. ما عرفتش رجعت عندي بحال شي عقده نفسيه، بغيت ننسى ولكن كيفاش غادي ندير ننسى؟ كيفاش ندير نخرج من هذا الشيء؟ هذا مع العلم داز عام وشر على هذا الشيء وما قدرتش ننسى. نتمنىكم تنصحوني اشنو نقدر ندير وكيفاش نخوي راسي من الماضي. الله يكثر خيركم. انا شفت البنات اللي كيحطوا مشاكلهم بالخصوص المشاكل ديال الخيانه الزوجيه، كل وحده كتعاود قصتها في شكل، وقلت علاش لا انا نعاود قصتي اللي حتى هي في شي شكل، وبغيتكم تستافدوا منها وكذلك تنصحوني. لربما فاش غادي نخوي عليكم قلبي ما غاديش بقى هزه تقول كامل، حيت كنحس براسي متقله بزاف. شكرا لك اختي امينه حيت عطيتيني فرصه وفتحتي لي المجال باش نحكي لك حكايتي ونخوي عليك قلبي، وكنشكر المتتبعات ديالك كاملين. وقولوا لي عافاكم شنو ندير، مع العلم كيجوني بزاف ديال العروض الزواج، ولكن كيف ما قلت لكم انا خويت راسي من الزواج نهائيا، حيت هاد الدنيا ما فيهاش الرجال، اللي راجل هو الوالد ديالي لا اقل ولا اكثر. شكرا لكم وبسلام عليكم. وكيف ما سمعنا كاملين صراحة اللي عبدو الحنش يخاف من الحبل. آسية يا آسية، آسية يا آسية، اش غادي نقول لك؟ آسية اسمها فرعون وزوجها. ف اول حاجة كنقول لك الحمد لله على سلامتك بعدا ملي تفكيتي منه، هذا اول حاجة. الخائن كيبقى دائما خائن، كيكون فيه الدود الله يسر. ثاني حاجه انا ما بغيتش تبقى عندك ديك الفكره ديال ما كاينش الرجال، لا اختي كاينين الرجال، كاينين الرجال، كاينين الناس اللي كيف ما كيقولوا كتبين على الرجوله ديالها بمواقف اللي في شي شكل. كاين الرجال اللي بالفطره هكاك مخلوقين رجال، فهمتي؟ قوامين، رجال ذو مروءات واخلاق الى اخره. فما حنا ما غاديش نعممو، الا كان راجلك ذكر وما قدرش يصونك وكان خائن فهذا لا يعني ان الرجال كاملين خوانه، والعكس بالعكس، والعكس هو الصحيح. يعني كاينين رجال اللي كيعاودوا على عيالاتهم الخيانه الزوجيه، واش حنا غادي نقولوا ان العيالات كلهم بحال بحال؟ راه امبوسي، راه كل وحده والشخصيه ديالها وكل واحد والاخلاق والتربيه ديالو. فاذا كان راجلك انسان خائن فهذا لا يعني ان الرجال كاملين ذكور وماشي رجال، بالعكس كاينين الرجال اللي ونعم الرجال اللي كنرفع عليهم القبعه وكنعطيهم التحيه بهذا المنبر. فلهذا باش تنساي الماضي كامل وتخرجي راسك من داك العقده النفسيه اللي راكي معقده بها راسك وغادي تعقدي بها ولدك من بعد، وغادي تلقاي راسك فاتك الترانكي كما كيقولوا، غادي تندمي.
من الأحسن تبدلي الفكرة، بدلي راه لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فخصك تبدلي الفكرة ديال الرجال كلهم بحال بعدا عاد اونجاجي في شي علاقة مع شي ولد الناس اللي يكون يستحقك، فالله بطبيعة الحال غادي يعوضك. دائما دعي هذا الدعاء هذا، ربي يا ربي يا ربي نذكرو اوف مش هادي هذاك الدعاء. اللهم اجرني في مصيبتي وخلف لي خيرا منها، صافي ويجيب لك الله سبحانه وتعالى شي ولد حلال اللي غادي يعوضك كاع على داك الشيء اللي دوز معاك السيد الاول. صافي الا لقيتيه ما صادقش فالحمد لله، دابا راكي كيف ما كيقولوا كليتي العصا وما غاديش تقدري زعما تثقي مره اخرى. ولكن الا لقيتي شي راجل ولد الناس ومتفاهم وانسان ظريف علاش لا ما تكمليش مع حياتك؟ هذا هو الحل الوحيد اللي تقدري او اللي يقدر يخليك انك تنسي الشنطه اللي راكي كتهضري عليها. فحتى شي راجل في هاد الدنيا ما يستاهل نطيح من عيني عليه دمعه وحده، وحتى راجل في هاد الدنيا ما يستحق انني نحسن عليه ولا نتفقس عليه ونحسن من خلاله بالشمتة. حتى راجل في الدنيا ما غادي يخليني نطيح ونتكسر من غير با ثم با ثم با ثم لا لا اقل ولا اكثر ولا شي واحد اخر. فهمتي؟ فهمتي يا باش تنسي كيف ما قلت لك، حاولي تعطي فرصه لنفسك. وقبل ما تزوجي الراجل خصك تعرفي عليه، واخا الصراحه الزواج كيبقى رمانه مغمضه مي كاينين ولاد الناس راه كيبانوا. هادشي اللي كاين اختي الكريمه اسيا، ونتمنى ربي يفوج عليك ويفرج عليك، والله يلاقيك مع اللي يحسن ما منك، والله يلاقيك مع شي واحد اللي يحسن بك ويكون نعم الزوج. وراه كاين الازواج الصالحين، راه غير خصك توكلي على الله وطلبي الله وما ديريش كلشي في نفس الدائره، لان الرجال راه فيهم وفيهم وحتى العيالات كذلك. شكرا لك، شكرا للناس اللي متبعين هذه القناه، بارطاجيو على نطاق واسع. الله يعطيكم الخير، وما تنساوش تواصلوا معايا الا كانت عندكم شي قصه العبرة الاستفادة، دموعكم همومكم تجاربكم اللي عندكم وبغيتوا تخويو به قلبكم عليا قلبكم، مرحبا بكم. الرقم هو 0704 0704 73 41 41. الرقم كذلك موجود في الفيديو فوق، ممكن تسجلوا عندكم كذلك في صندوق الوصف. إلى أن ألقاكم أستودعكم الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.